ما شاء الله والحمد لله، ما شاء الله والحمد لله، ما شاء الله والحمد لله. هاي آخر واحدة ضلت. غذاء صحي رخيص في القيمة المالية، بس غني بالقيمة الغذائية، وغني إنه ربنا بصير يحبنا أكثر. كيف ربنا بصير يحبنا أكثر؟ بدل ما أروح أفطر فطور ب 100 ريال أو 100 دولار أو 1000 ريال أو 1000 دولار يوميا، وفطور استغفر الله ما بيرضي ربنا، فطور مش عارفين ايش هو، ناكل شغلات مش حلال ومش مش ومش كويسة وما بتفيد جسمنا، ولا اكل فطور كويس وافكر بالناس وافكر انه كيف اجمع ال 50,000 شهريا عشان اسدد المصاريف اللي صايرة لازم ندفعها، وكيف اجمع ال 50 مليون عشان اقدر اوزعهم للناس. يعني الواحد بده يفكر شوي، يخطط. الناس يفكروها هاي ممكن بيقول لك هذا بخيل، او ناس بيقول لك هذا شوف شوف هذا مسرف كل يوم بياكل بيض. احنا الكرم بالوسط، ما بيعرف الا ربنا انه احنا كريمين ولا بخلاء ولا مسرفين. ما علينا من كلام الناس، بالاخير انت تريد، انا اريد، والله يفعل ما يشاء حكم اريد. انت تظن تعرف حقيقة، انا اظن اعرف حقيقة، والحقيقة عن ربنا. نحترم بعض مع اختلاف وجهات النظر. في مدرس هون عم يدرس، مدرس هندي عم يدرس، كاد المدرس ان يكون رسولا. فنحترم بعض مع وجود الاختلافات الموجوده، اختلافات بالمذاهب، اختلافات بالاديان، اختلافات بالجنسيات، اختلاف بالراي، اختلاف بالرساله نفسها، اختلاف بال ما شاء الله 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 والحمد لله. اختلاف تطبيق الاهداف، تطبيق الحل، حلول احنا مختلفه عنا، غايتنا ممكن واحده، هدفنا واحد، بس استراتيجياتنا غير، كل واحد عنده استراتيجيه ثانيه. الله يحفظ المصلين. يعني نتذكر الايات الحلوه في القران الكريم، ما بنقول والله ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم تاهون، ما بنقول مثلا ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، بنقول إن الذين آمنوا وعملوا صالحا فلهم جنات تجري من تحت الأنهار. بنقول إن الله يحب المحسنين، الله يحب الصابرين، الله يحب المتقين، الله يحب المتطهرين. قلنا الدعاء بغير القدر، الدعاء نوع من أنواع الإحسان، نوع من أنواع الصبر، نوع من أنواع التقوى، نوع من أنواع التطهر. هنقرأ دعاء لشفاء الناس من جميع الأمراض، هنقرأ لترقي أرواح الناس كلهم، خصوصا أولهم، خصوصا محمد مهدي يكسل أولهم وكل الناس طبعا، مش أولهم وآخرهم، أولهم محمد مهدي يكسل وكل الناس، كل الناس اللي ماتوا ندعي لهم، الله يرقيهم أعلى جنات الفردوس. كنا بالأخير احنا كلنا واحد، أكرمكم عند الله أتقاكم، كلنا عائلة واحدة، بيج فاميلي. يا إلهي، هذا عبدك وابن عبدك الذي آمن بك وبآياتك وتوجه إليك منقطعا عن سواك، إنك أنت أرحم الراحمين. أسألك يا غفار الذنوب وستار العيوب بأن تعمل به ما ينبغي للسماء جودك وبحر إفضالك، وتدخله في جواي رحمتك الكبرى التي سبقت الأرض والسماء. لا إله إلا أنت الغفور الكريم. يا إلهي، اسمك شفائي وذكرك دوائي وقربك رجائي وحبك مؤنسي ورحمتك طبيبي ومعيني في الدنيا والآخرة، وأنك أنت المعطي العليم الحكيم. الله يحفظكم جميعا، ما شفناكم بالعين بنشوفكم في القلب، ما شفناكم في الدنيا بنشوفكم في الجنة.